بمناسبة اللي عاملينه العدوان كمان على كل الناس اللي بتعبر على الوسائل التواصل الاجتماعي، في تضييق فظيع جدا من أغلب المنصات أو أشهر المنصات اللي هو فيسبوك على الناس، وطول الوقت احنا بنشوف منشورات احنا مش عارفين هي دي خدعة ولا حقيقة. طبعا كلنا عايشين تقريبا على الفيسبوك العالم كله، وأكيد كلنا وخاصة أنا هنتكلم علينا في مصر طول الوقت بتشوفي بوستات بتقول أصدقائي الأعزاء مؤسف أن هذه التدوينات لبعض الأصدقاء تضيع بالرغم وأن الفيسبوك يعني ونزلوا البوست ده علشان ترجع مرة تانية تشوفوا البوست المنشورات بتاعت الفولورز بقية بتوعكم الأصدقاء. والحاجات دي كلها. وبعدين بقى في حاجة تانية اللي هو تعديل خوارزميات الفيسبوك، فلاقينا ناس بتحط واعملوا كذا وحطوا كذا وراعوا المسافة و السؤال المهم، هل حد فهم أي حاجة من خوارزميات الفيسبوك اللي عمال يعيد بصي نشرها وخلاص؟ أنا شخصيا مش فاهمة أي حاجة، ولا فاهمة دي خدعة ولا احنا الموضوع لازم نفهم، أكيد. بس اللي انا يعني قدرت اتواصل ومحتاجين ان احنا نسأل فيه هو ان في الفيسبوك عامل لكلمات معينة بلوك، يعني كلمة غزة، كلمة فلسطين، كلمة الاحتلال الصهيوني، إسرائيل، داعش، إسرائيل، المقاطعة، المذابح، يعني في كلمات معينة ابتدى هم يحطوها من ضمن الحاجات اللي أول ما هم بيقروها أو يشوفوها أو يشوفوا بوست ليها يقوموا بعدين البوست أو غلقينه أو بعتين له رسائل. في كتير جدا في السوشيال ميديا بيبعتوا يقولوا يا جماعة إحنا اتبعت لنا مسج إن المادة اللي أنت بتقدمها دي مسيئة، وهم بيقولوا إحنا ما عملناش حاجة، لكن هو في حقيقة الأمر لمجرد إن إحنا حاطين هاشتاجز أو بنتكلم على فلسطين أو على إسرائيل أو على حاجة، هو ده اللي هم لاقطينه. عشان كده في ناس كتيرة جدا ابتدت تستعمل مثلا يكتبوا مثلا ايه الكلمة مجزأة غزة عين داش زي، فعارفة، غين. فكل ده عشان نهرب من ان البوست دي ما على تتشافش. كل حال، الشيء المؤكد اللي احنا لامسينه في القصة ان فعلا الكلمات دي لما بتبقى موجودة على الصفحات الريتش اللي احنا بنسميه باللغة بتاعتنا على الصفحة اللي بتعمل كده بيقل جدا جدا. ده حاجة ملموسة، ودي أنا نفسي جالي أكتر من إنذار إن إحنا هنقفل الصفحة، وبقى الريتش عندي على صفحتي يعني قليل جدا، يعني شيء غريب. فدي الحاجة الملموسة، لكن بقية الحاجات إحنا مش فاهمينها. عشان كده إحنا معانا خبير أمن المعلومات مهندس وليد حجاج. صباح الخير. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك استاذ وليد؟ ويمكن انا اهلا هخش بيك. على طول في الموضوع، احنا نعمل ايه علشان نتفادى الخوارزميات اللي عاملينها الفيسبوك والانستجرام علشان نشير اكبر عدد من البوست بتاعتنا اللي بتتكلم عن فلسطين؟ طيب، هو مبدئيا خلي الناس بس تفهم يعني ايه فكره الخوارزميات، لان الكلمه دي بدات تتداول كتير وفي ناس ما تعرفش يعني ايه معناها، بتعمل ايه يعني. الخوارزميات دي هي مجموعة من الخطوات، بتبقى خطوات محددة ومتسلسلة عشان تنفذ مجموعة معينة من الأوامر عشان تحل بقى مشكلة، تقوم بمهمة محددة. وبالتالي نقدر نبسطها بشكل إن هي طريقة للبرمجيات أو للبرامج اللي معمولة، وبيبقى ليها أشكال مختلفة وبتستخدم في حاجات الكمبيوتر أكتر حاجة. وده نسبة اسمها، ده نسبة للعالم محمد بن موسى الخوارزمي، وده كان في طبعا. القرن التاسع الميلادي، عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه خوارزميات. نرجع بقى للقصه بتاعت الفيسبوك. بص حضرتك، احنا مستخدمين عند الفيسبوك، بمعنى ان طرق التحايل في بعض الاحوال ممكن تنجح، ولكن مش دي القاعده. ولما بتنجح بترجع يتم اكتشافها بعدها بشويه مع تطور ادوات الذكاء الاصطناعي. يعني فكره ان حد ينزل بوست مثلا على سبيل المثال، وكان منتشر الفتره اللي فاتت، اكتب اف ات اف شباك اف ان، ايوه احنا ده ايه ده فهمناش بقى؟ بالظبط، صح. الكلام ده عاري تماما من الصحه وملوش اي تاثير من اي نوع. وفكره ان انت منشوراتك ما بيشوفهاش غير 25، فخد الكلام ده كوبي وبيست واعمل له كل الكلام ده، صح، عاري تماما من الصحه. طيب. كل الافكار دي ملهاش اي قيمه ولا اي لازمه ولا بتعمل اي حاجه غير ان هي بتعمل ترافيك وترند
عند الشخص اللي منزلها عشان كتر الشير، فبتعمل تفاعل على المنشور. طيب بس يبقى ده مش دقيق ومش حقيقي. طب بالضبط. نيجي لفكرة الكلمات، لأن دي أنا لمسها بنفسي، يعني فكرة لما أنت بتكتب فلسطين، غزة، إسرائيل، أو في الفيديو مقاطعة، القصص دي، ماكدونالدز، كل الكلام ده، ستاربكس، كل ده بتبقى مشكلة كبيرة، والريتش على الصفحة أو على الفيديو يعني بيبقى ضئيل وضعيف. ده حقيقي، ده مظبوط، وده بيتم بالذكاء الاصطناعي، مش يدوي. وفي بعض الحالات في ناس بتبلغ، يعني زي ما في ناس عندنا بتنشر حاجات، في ناس من الجهه الاخرى بيتابعوا الحاجات اللي بيتم نشرها وهم ناطقين لغه عربيه، فبيقدروا يعملوا بلاغات عليها، بدليل ان في بعض التجارب او بعض الحالات يعني اللي الناس عملتها دخلت على المتحدث بتاع الجيش بتاعهم وعملوا بلاغات على المنشورات والفيديوهات اللي فيها اسلحه وفيها عنف وفيها وفيها وفيها، واترفضت الريبورتات دي، وترد قال ما فيش اي حاجه على المنشورات دي فيها مشكله، في حين ان احنا لو نزلنا صوره فيها حاجه واحده من الحاجات اللي هو منزلها بيتم حجب المحتوى او تقليل الريتش، وساعات في بعض الاحوال بيتقفل الحساب. فالموضوع يا جماعه في الاخر خلينا نتفق ان الحاجات دي كلها ليها اهداف، مش خدمه المجتمع زي ما الناس فاهمه. الفيسبوك ما هوش فيسبوك بس، ولا الجوجل سيرش هو جوجل سيرش بس، ولا التطبيقات والحاجات اللي مستخدمه دي هي تطبيقاته بس. دي حاجات ليها اهداف ربحيه، ليها اهداف سياسيه، ليها اهداف اقتصاديه، واسلحه بتستغل ما بين الدول. طب باشمهندس وليد، انا دلوقتي النهارده في ناس كتير جدا على السوشيال ميديا ابتدوا يعملوا بعض الحاجات، هل دي عايزين نعرف منك هل بتفيد ولا لا؟ فكره ان انا ارسم البطيخه، فكره ان انا اقسم الكلمه ما اقولهاش، ان انا اكتب اول حرف من الكلمه، الحاجات دي ممكن تساعدنا لفتره ان احنا ننشر البوست من غير ما هم يعملوا لنا عليها ريستريكشنز؟ ده هينجح في بعض الاحوال، لسبب الذكاء الاصطناعي هو نوع من انواع الادوات اللي بتتعلم من وقت للتاني ايه اللي بيحصل، فممكن في الاول هيعدي عليه الكلام ده ومش هيقدر يفهمه. تمام. لكن بعد شويه لو تم تطوير ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير هيقدر يقول لحضرتك انت من سنه كنت منزله بوست، البوست ده بيتكلم على كذا وكذا وكذا واحنا حذفناه. لا يعني هو ممكن يرجع عليا من سنه؟ يا فندم، زي ما اليوتيوب بيرجع الناس من سنه، زي ما اي حد بيرجع عليه الحاجه بعد فتره. انا يعني في حاجات بتجيلي بقى لها سنتين وخمسه وعشره، يقول لي البوست الفلاني ده عليه كوبي رايت، البوست ده عليه، وما كانش ساعتها عليه كوبي رايت. وبالتالي هي ممكن تعدي دلوقتي لو الذكاء الاصطناعي ما عرفهاش، لكن فكره انها تستمر لا. تبتدي تراجع صفحاتها وتشوف ايه اللي ممكن يعمل مشكله، فهي اللي دلته بنفسها بيد الى بيد الفيسبوك. دي حقيقه، انا عملت ده بالفعل، انا رجعت لغايه ما الاكونت اتعمل وقعدت امسح الحاجه بنفسي يدوي واحده واحده، واي حاجه فيها احتماليه بقيت اشيلها. طب دلوقتي لو احنا مثلا مش عايزين نقول العدو، او نقول العدو بدل ما نسميه يعني، واحنا لو حطينا حاجه محدده اللي ما يتسميش ده ماشي. يعدي بس لو الذكاء الاصطناعي الناس كلها استخدمته والذكاء الاصطناعي قدر يفهم القصه دي. ايوه فيقدروا كل الناس. طب حاجه ثانيه، ما ينفعش حاجه نتفق كلنا عليها، ولكن في خدعه كده لطيفه بتتعمل، ان مثلا صوره انا عايز اكتب عليها حاجه فبتكتب عليها بالظل او بالخيال، يعني حتى يعني انا لسه بعد دلوقتي الاستاذ سهير على التليفون بتاعها الصوره، كاتبين بيها كلمه سيف غزه من غير ما تبقى مكتوبه بالمباني. حركات بتتعمل ببعض الادوات بحيث ان انا اكتب بخيال المبنى الكلمه اللي انا عايزها، في الحاله دي ما يقدرش يقول لي حاجه. طب انا في يعني نقطه تانية، هل لو انا نزلتها ستوري مختلفه؟ طب خلينا نشوفها كده، نعرف نشوفها كده. خليها كده عندك يا سوس، اعتقد الناس ساره. وبالتالي الفكره ببساطه ان انا النهارده لو انا هعمل حاجه صريحه متفق عليها اكيد الذكاء الاصطناعي هيعرفها. لكن لو هي مش متفق عليها وكل واحد بيعملها بشكل ما ومش حاجه محدده هتعدي، بس نبقى احنا اللي فاهمينها. طب انا عايز اسال سؤال، هل لو احنا نزلنا البوست، افتح النور بتاع الموبايل، لو احنا نزلنا البوست ستوري مش بوست، يعني نزلنا اللي احنا عايزين نقوله ستوري، هل اي حاجه هتنزل على المنصه؟ طب الستوري بتروح بعد 12 ساعه. ايوه ماشي اوكي، ما هي بعد 12 ساعه، خلال 12 ساعه لو ما اتقفشتش خلاص. باين. لو ما اتقفشتش خلاص. طيب خلينا نشرح تاني اهو، عشان انت شايفنا. انا مش شايف حضرتك. لا. طيب انا سيف غزة. كبرت الصوره بتاعت سيف غزه، لما بالضبط. نعمل دي بالشكل ده الذكاء الصناعي ما يعديها بالضبط. يعني ده هي معموله بايه؟
هي عبارة عن مباني وده عبارة عن خيال. فبالتالي هتعدي. زي ما في حاجات تانية بس دي ما ينفعش تطلع على الشاشة برضو بيتعمل بنفس القصة دي، يعني في بعض البوستات بس لأشخاص لطيفة كده بتنزل لهم كلام مش لطيف معمول بالطرق دي. طب ما على شكل حيوانات واقفة ليها خيال، على شكل أي حاجة. طب ما تبعت لنا كده عشان ننزلها على صفحتنا. لا ما على الحاجات ما التانية ما تنفعش. لا الحاجات اللي تنفع، الأفكار اللي تنفع، الأفكار اللي تنفع تنزلها لنا على صفحتنا عشان نحطها على الستات، هبعتها لكم على طول على النهار، بحيث إن كل أصدقائنا ممكن يخشوا على الصفحة ياخدوا الأفكار ونبتدي نهاجمهم بطريقة تانية وأنت تبقى سعدت فيها. وهقول لحضرتك على حاجة ألطف برضو، أنا اللي بعمله دلوقتي علشان أقدر أتكلم عن الموضوع من غير ما يحصل لي مشاكل على الأكاونت، فأنا بخش على ناس، في ناس كتير عندها صفحات بتبقى جديدة مش فارقة لو اتقفلت، فبشير من عندهم، بخش أشير من عندهم عندي. طب وده ما بنزلش عندي، لو حصل مشكلة هيحصل عنده هو، وبالتالي بعد شوية بخش على التايم لاين عندي ألاقي بعض البوستات اختفت ومكتوب مكانها ديليتد، الفيسبوك قفل له الحساب، فأنا بشير اللي ناس مشيراه. اللي هو يعني هم مش فارق معاهم الصفحه لكن انت بالضبط. فارق معاك صفحتك فما تتحسبش عليك، لكن انت بالضبط. تبقى شيرتها طب انا عايز اسال سؤال، بنشرها انت عايز عندي تقول بساهم في نشرها يعني عندي. يعني انا مشكلتي في ان انا اكتب بوست مش ان انا اخد شير من حد. بالضبط كده. دي مهم، يعني انا ممكن اعمل اخد شير من ناس اجانب، انا في ناس اجانب كتير جدا بالضبط بتابعهم، ممكن اخد بالضبط شير واقوم منزلاه. هقول لحضرتك بمثال عملي، النهارده الحلقه اللي انا معاكم فيها دلوقتي دي انا اقدر اشيرها عندي، لكن لو نزلتها عندي تبقى كوبي رايت. اوكي فهمتك. وبالتالي اي حد يقدر يشير، فانا بشير من اي حته وانا متابع ناس طيب. وبرضه بشير من عندي. وانا كمان متابع ناس وبنزل شير بس انا ما كنتش عارف المعلومه دي، فكويس انك قلت لي عشان افضل شغاله على الموضوع ده. طب انا عايز اسالك على سؤال مهم وجاي لي فيه مسج دلوقتي وطول الوقت بيجي لي المسج ده، السبت صباحا، السبت ده ممكن تتغير تبقى اي يوم بس اللي جاي دلوقتي، السبت صباحا ستصبح مراسلات الواتساب مدفوعه الاجر اذا كان لديك 30. خلاص ما تكمليش، ما تكمليش. ابعت الرساله دي كل سنه بتطلع. لا مش كل سنه، ده هي كل فتره. اللي هو ايه بيقول ايه؟ ان الواتساب هيتقفل وهيبقى بفلوس، فابعت كل علشان ده عاري تماما ده مش حقيقي ده صح؟ كلام. بصي حضرتك، اي منصه هيحصل عندها تغيير فبيتم الاعلان عنها بالطرق الاتيه. يا اما بيبقى الكلام ده من خلال بوست على الصفحه الرسميه بتاعه المكان، يعني صفحه الفيسبوك، صفحه الانستجرام الموثقه، فبيتم نشر الكلام ده عندهم، او نشره في اماكن صحفيه كبيره، او من خلال فيديو هم بيطلعوا يقولوه او مؤتمر بيعملوه، او من خلال الابليكيشن بيبعت لحضرتك نوتيفيكيشن يقول لك ان ده هيحصل، زي ما جم يغيروا سياسه الواتساب قبل كده وبعتوا للناس كلها اشعار وانت شغاله يطلع لك. ايوه يعني ثانيه واحده عشان في نقطه مهمه جدا، هم بيبعتوا نوتيفيكيشن لما افتح الواتساب، يعني اول ما افتح الواتساب الاقيها فوق كده مكتوب ان اعمل حسابك ان كذا كذا، في اوقات بالظبط بيتبعت لي واتساب من واتساب. ده كلام سليم صح؟ ده اوكي؟ ده كلام سليم، ده يعني كده جاي من عندهم. يعني العلامه بتاعت واتساب بعتلي مسج. بالظبط كده، وبيبقى حساب موثق، ولو جالك رسائل من شركه الواتساب في الواتساب مسجز بتجيلك جنبها علامه خضراء عليها علامه صح اللي هي فيريفيكيشن. لكن انه موثق. ده الصح، ده الادق، لكن اللي بيجي لنا زي المسجات دي ان هو هيتقفل، ده كل ده ان احنا ما يعني ندلته وضميرنا مستريح. بالظبط. لا وبعدين ما تنشرهوش وما تشاركيش فيه وما تعلقيش عشان ما تساعديش على انتشاره. خلاص اتفقنا. انا عمال بعمل كده على فكره، انا ولا مره نزلت او شيرت الحاجه اللي هو بتاع ابعت البوست. طبعا في افكار كتير للموضوع، خلي بال حضرتك، يعني الموضوع ده مش بس عايزين القصة بتاعت الافكار الكتير دي وعايزين حاجات كتير، وتبقى تجي لنا بقى الاستوديو ونتكلم معاك، عندنا نقط كتير ومحاور كتير محتاجين نعرفها، فبنشكرك جدا. ودايما انت مرسي يعني مرسي المنقذ بالنسبه لنا. اشكرك.